الله معكم. أبشع أساليب التعاطي تعاطاها من حشيشة وكوكايين وهيروين وحتى لقمار من عمر 14 سنة، وغرق وغرق ويخبط ليخلص لوحده وما يقدر، حتى انحرف أكتر للسرقة والاحتيال. خسر اللي بيحبوه، أهله دابوا معه، اشتاقوا للطفل ستيف الطاهر والبريء. وصل لعتبة الموت عدة مرات، وبدل ما يلوم نفسه كان يلوم الرب يسوع، وكان دايما ينطر أعجوبة بشكل سحري. لكن يا ترى هل الأعجوبة بتحصل بلا إرادة للخلاص، بلا مجهود نقوم فيه؟ هيدا اللي رح يشهده للحياة اليوم ستيف صليبة. أهلا وسهلا فيك ستيف. سي حبيبي، أهلا وسهلا فيك. يعني أول شي بدي أقول لك نسبق شوي على الموضوع وأقول لك يعني الله يخلصك بالسلامة. أنت حاليا بعدك بقرية السعادة، صح؟ عم يتابعك أبونا مجدي، صح؟ وأكيد كل الاختصاصيين، صح؟ والزملاء اللي بيصيروا إخوة لإلك فوق. أكيد أكيد. بس بداية خلينا شوي هيك نستعرض مسيرة حياتك، طفولتك، شو بتتذكر منها شيء خلى لها أثر سلبي بحياتك لحتى تنحرف للتعاطي؟ هل كنت محروم من حنان أهل؟ هل كان في مشاكل بالبيت؟ من هاي الناحية لا، يعني كنت أخذ الحنان اللي لازم الولد ياخده وأكتر. بس عائلتك مؤلفة من كم شخص؟ من أنا وخيان أكبر مني، ما في بنات. أنت الصغير؟ أنا الصغير. ثلاث صبيان؟ نعم. والوالد والوالدة؟ الوالد والوالدة. نعم. كان كتير وضعكم سليم بالبيت؟ كتير كتير، يعني علاقة أمي وبي كتير منيحة، إخواتي أكبر مني وبيهتموا فيي. إيه، بس المشكلة اللي صارت أنه بهذه المرحلة أنا بال 13-14 ثاقبت رفقات السوق اللي على طول بحكي عنهم، اللي بيأثروا كتير على الجو. بهذا العمر بيبقى الشخص يمكن بده يبرهن حاله، بده صار رجال، بيكون الشخصية، بده يشوف الشخصية اللي لازم خلص بده يلبسها كل حياته. بهذا العمر بتتكون. ف صرت شوف هودي الأكبر مني إنه محبوبين، أو إنه صرت بدي أعمل. بس أنت محبوب، يعني أنت بالبيت عاطينك كل الحنان، شو ناقصك؟ 100%. بالمدرسة رفقاتك كيف كانوا معك؟ كمان ما في مسخرة عليك، ما في شيء، يعني كله تمام. إيه إيه. بس بعد بدك محبة أكتر من العالم؟ هاي الفكرة، ما كنت أكتفي. يعني ما كنت أكتفي، بدي بعد. يعني كنت شاطر كتير، كنت أخدم الكنيسة أنا بقلب المدرسة. وترتل؟ لا، ما كنت بعد. ما كنت بعد تعلمت العزف على الجيتار ولا بتغني؟ 100%. بس كنت أخدم، كنت شماس. وبالمدرسة بهيدا الوقت إجا شخصين تلميذين على هيدي المدرسة، بس كنت كتير منيح. بأي عمر؟ بهيدا العمر 14 سنة. 13. يعني كنت بالبروفي تقريبا، بدك تقدم، صح؟ او قبل بسنة؟ صح، قبل بسنة وشوي كمان. نعم. بذكرهم اجوا وعلى دخان. عرفوك على الدخان؟ ايه، نهرب من المدرسة. بلش الانحراف هون. من وقت ما بلشت تهرب من المدرسة؟ 100%. في ناس بيعتبروا هربة المدرسة شيء مهضوم بطفولتنا. ابدا. وانه بس هي بتعرض الولد او الشاب، يعني اول طلعته، لقصص كتير خطيره. 100%. نعم. 100%. كنت مبسوط بعشرتهم هالشباب بوقت؟ ايه، كانوا عم بيقدموا لك هيك اشياء حلوه جديده عليك بحياتك. 100%. هذا الشعور اللي عم تكتشفه شيء جديد، الريسك، المخاطره، في مغامره. ايه، في شيء ممنوع عم بيصير مرغوب. 100%. 100%. انه اهلي مفكريني انا بالمدرسه هلا بروح، وانا الذكي هلا بخبي الكذبه، بتصير تستلز بالكذبه. 100%. هالشباب شو قدموا لك اكثر من الحشيشه؟ يعني هل سمموا لك افكارك باشياء جديده انت كنت فكرك بريء منها، يعني ما بتعرفها، علموك على شغلات جديده؟ بتقول لك شغله هي من بعد خبرتي انا، وبقول على طول انه ما حدا
ما حدا بيبلي حدا مثل هيدا المصطلح بيستعمل يبلي إلا بإيراد، ما حدا بيبلي إذا أنت بد 100%. يعني يمكن أنا أخد نوع من المخدرات وأعطيك إياه، أنت هون بتقول يا لا، يمكن ضلني لج عليك، في عالم بتلج عليا سنة وما بتقلك لا. الشخص هو اللي بيقرر إنه يخرب حياته بإيده، ما حدا بيخرب حياة التاني. إنسان بيختار بين الخير والشر، صح، بإيده. بس شو هالرغبة اللي بتخلق بالشاب أول طلعته ليجرب كل شيء؟ يعني شو اللي كان دافع لإلك؟ عم أقول لك، يمكن لأنه أنا كنت حب الحياة، بس محبتي للحياة الزايدة سببت إنه ما أعرف أخذ القرارات صح، أو كنت مفكر إنه هيدي هي الحياة. صح. بعدين بس نضجت فهمت إنه مش هيدي هي الحياة، هذا غير شيء خالص، أكيد هذا انحراف. 100%. نعم. أنت حاولت تخبي على أهلك إنه بالبداية بتدخن؟ أكيد. يعني لأنك بتحترمهم وبحبوك، 100%. ما بدك تسود وجهك معهم، ما بدك تنزح هالصورة الحلوة 100%. معهم، تجي على البيت عادي، تسهر أكثر، صار في مشاكل بينك وبين أهلك؟ أكيد أكيد، من علامات المدرسة بلشت. بلشت تتراجع؟ أكيد. من المعلمات بحبوني كثير كانوا. مدير المدرسة كان يعتبرني يعني الإيديال عنده، متفوق، 100%، يعني يشبه فيي. فصار تراجع الريتنج تبعي مثل ما بيقولوا. فهون صارت المشاكل انا واهلي، انه ليه عم بيصير معك هيك؟ ما انت مش هيك، شو عم بيصير؟ وين الغلط؟ شو جوابك؟ ما بعرف. بس شايفينك مش عم تدرس. 100%. شو انه بفتح كتاب، بفوت بقعد بالاوضه بفتح الكتاب، وكل تفكيري انا شو بدنا نعمل؟ شو بدي اشرب اليوم؟ شو بدي، كيف بدي برهن؟ كيف بدي اعمل قصص بين انه لفت، انه اعمل شيء لالفت النظر. نعم. ف كيف تطورت معك القصه من بعد الدخان؟ بعدين دغري شرب كحول. كمان ايه يعني بطل. يعني شو تشربوا يعني؟ قنيني على القعده مثلا؟ عرق، ويسكي، بيرة، كان في هودي بعدهم، يمكن بيرة من ما هودي. كان فودكا بعد كثير؟ بلا، كان في، بس انه كمصروف قليل يعني بعمري انا، ما معه كثير مصاري بيبقى. هيدي بيرة ما بيرة فيهم كثير، بس هي الكميات اللي بتفرق. صح، مش 100%. وفيها يعني قنينة بيرة بس بيجي فيها كثير الكول بقلبها، وكمية كبيرة كمان، يعني اوصل لمرحلة خلص بطل وعي. تفقد توازنك؟ اي، يفقد الوعي، تعمل عوارض، استفراغ، اكيد. هيدي الشغلة يعني من هيدا العمر، ولا وقت ما طلعت لعند برمجتي حلاوي كانت عم بتصير معي لي العوارض، المراجعة، كل شيء بالبيت، كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم عانيت منها امي. خلينا نمشي خطوة خطوة أحسن من نسلق المراحل. أي. فإذا بلشنا دخان، نقلنا على المشروب، صح، على الكحول وبكميات كبيرة، صح، لدرجة إنك تنضر من وراها. كله هيدا بهدف اللذة، إنه أنت عم تتمتع بهول. صح. كيف نقلت للحشيشة؟ يعني لمين عرض عليك أول مرة؟ وشو الدافع لتقبل؟ أي. هي ما انعرضت علي، كنت شوف بالمنطقة اللي أنا ساكن فيها، في عنا مثل ساحة. أنت من وين؟ من زحلة. نعم. في ساحة بيتجمع الشباب فيها، هذه الساحة. فكنت أنزل أنا، وقلت لك رغبتي كرمال اكتشف الأمور، أنزل أنا أحشر حالي بين الشباب. نعم. على جبلون دخان، على مباحل، إنه بدي إنه أنا أعمل رفيقهم. فكنت شوفهم ياخذوا شيء، صار في شيء جديد انا ما بعرفه، معهم دفتر يمكن بايدهم، معهم دفتر ورق، هالقصص اللي بتستعمل هذا الورق اللي بلفوا فيه. صح، الدخان العربي 100%. صرت لج عليهم انه بدي اجرب، يقولوا لي لا 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 لا، اخر شيء اعطونا، واخذت
نخلصوا من الحاحك. ايه وبهالوقت انا يعني مع اهلي عم يعني من عيني انزل لتحت عرفانين كبرت المشاكل بينك إيه؟ وبين اهلك. ايه انه اهلي يعني اخواتي انا العالم تحلف وحياتهم عرفت، بس انا اللي رحت هيك وقالي يعني بلا زغرب حضرتك يعني اوادم و قدرك ما يصغر و يعني عائله مسيحيه صالحه عرفت. الحمد لله الحمد لله اكيد. على فكره هيدا اللي بيشفع بالولد انه يرجع صح الصلوات ولما تكون العائله هيك متماسكه 100% ويعني عندها التزام روحي مع الله صح 100%. ف يجربوا اخواتي انه يشيلوني من هيدا الجو. كيف عرفوا ليه؟ من العالم ما بيخبروا ساحة. ايه ساحة وزحلة صغيرة يعني ما بينعرف كل شيء. فيجربوا انه لا بصير مع ستيف هيك بصير مع واحد من تيتي يجربوا يحكوني كذا ايه يفوتوا من هون يطلعوا من هون. انت تقعد تسمع لهم يعني مش ما تتجاوب. وهيدا بعدك حشيشة كيف لما انتقلت للهيروين. مزبوط نعم. ايه ف كمان انت لجيت لتاخد المادة لا. أنا رحت له بإجرية كنت هون كنت تعرفت على مصدر وكل شيء يعني وصرت روح أنا يعني أنا اللي قصدت أنا رحت لهونيك وقلت له بدي من هذا الشيء. ليش طلبت تتعلي عن الحشيشة؟ هي في بيريد قبل يعني قبل الأروين قبل ما أوصل للأروين كنت عم باخد بيلز حبوب و حبوب شو؟ كابتاغون وبسمل كابتاغون ريفوتريل ترامال ترامادول حبوب كلها مسكنات قوية. ايه 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 يعني ما تتشيك يعني ما لا في منهم طاقتك في منهم في منهم منشطات بيجوا ف ايه بهيدي الفترة كلها كنت عم باخد من هذه الأمور ل في مطرح معين انا وصلت لسيعة تخلي وخدت القرار اني انتحر. ليه لانه كمان بهديك الفترة كنت تعلقت بالقمار كنت بلشت العب كمان بقى. علموك على القمار؟ نعم. سحبوك رفقاتك يعني؟ كمان 100%. شو عم بيصير بالمدرسة بهاي الفترة يعني انت عم بتكمل درس؟ خلصت بروفي ما نجحت. نعم. فتت بتي نعم. بيتي كملت بيتي و بيتي عملت تروى. مهني يعني ايه شو هي؟ جرافيك ديزاين. جرافيك ديزاين كنت ماشي حالك فيها مقلها مع كل اللي عم تعمله؟ لا ابدا لا بحضر يعني عم يدفعوا اهلك على الفاضي. صح ايه صح لا وصلت لمحل ساعة التخلي كنت خسران كتير قمار كتير مصاري بالقمار. من وين عم بتجيب المصاري؟ عم تشتري الهيروين؟ عم تشتري الحبوب؟ كنت عم بشتغل وساحب لون. سحبت لون من البنك؟ ايه اف لون مش انه كلمة كلمتين 18000 18000 دولار؟ ايه لتلعب فيهم قمار؟ جبت سيارة فيهم جبت سيارة والبقاوي ايه والبقاوي ايه انت فكرت انه بالقمار بترجع المصريات او بتدوبلهم بدفع لهم وبخلي معي. والمصيبه الاكبر انه على الشرب وعلى القصص اللي باخذها بتبطل واعي على السويقه كمان تعمل حوادث. راحوا سياراتي للكسر جبت كذا سياره بالمصريات يعني جبت سياره بمبلغ كسرتها رجعت جبت وحده ثانيه كمان كسرتها. منيح لما تقتل حدا على الطريق كمان كان معي حدا بالسيارة يعني بالحادثين كان معي أشخاص بالسيارة بشكر الله 100 مرة إنه ما صار لهم شيء أكيد يعني في معي شخص كان بعدني هلا اليوم صلي له سببت له ب يعني ب كتفه انكسر ضلاعه إجري يعني منيح اللي ما انشل لا سمح الله يعني كان خطيته برقبتك كل ايه عمرك ايه وانت ما يصير يعني لك بعدني شيء بعدني لهلا انا بحس بالذنب كيف اذا لا سمح الله لو صاير له شيء 100% ما نهيني ابدا
بهالفترة لتوصل للانتحار سببه الأساسي مش لأنك عم تتعاطى، لأنك عم تخسر بالقمار، لأنه ما بقى فيك ترد اللون. خسرت بالقمار وما لك عين تطلب من بيك يسد عنك. صح، ومشاكل أنا وأهلي، وفي شخص كنت بحكي معه، كان لي فترة أنا وياه شي 4 سنين تقريبا، حرام يعني. عم تشوف صورة ل يعني شكلك مبين هنيك شيء وهون شيء تاني خالص. ايه هيدي ايام، يعني حتى صورة الانسان شكله بيتغير لما بيكون عايش هيك بالخطية للعمق. صح، اكيد. فحرام تعذبت معي كثير بهدول ال4 سنين. عم تحكي عن الوالدة؟ لا. مين؟ شخص كنت احكي معه. كنت تحب بنت؟ صح. بأي عمر؟ هيدا بعمر 18 تقريبا ل 22. نعم، بين 18 و22. صح. ايه تعبت كثير، حرام. جربت تغيرك، تعرف كل حقيقتك. كثير، ايه. بس انه اخر شيء بابا تحملت يعني، وسببت لها مشاكل كثير مع اهلها، مع بتعرف. واكيد طبعك كان صعب يعني، كتير. بتبهدل، بتهين، كتير. بتعصب. كثير 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 كثير. وهي عم تتحملك. وهي عم تتحملني. ملاك المخلوق عقد ما بتحبك. ايه 100%. فخسرتها وخسرت اكيد مدي. اصحابك بس بلشت تدهور حالتك، بلشوا يتركوك، ما بقى لهم مصلحه معك. صح. لا بالقمار ولا بالهيروين. اذا بدنا نعمل فند للخسارات، خسارات ماديه، خساره البنت اللي بحبها، خسارتك لاهلك، خساره اهلي، خساره علمي، خسرت رفقاتي، كله اجتمع مع بعضه. فباخذ القرار اني اوز حالي، واوزت حالي بقلبي. من وين جبت الفرد؟ كان معي فرد تواجد. كنت تحمل سلاح دائما؟ لا، مش مني، استعرته من شخص. من رفقاتك؟ ايه. وما سألك ليه بدك الفرد؟ لا، من اصحاب السوق يعني، فرد. مش فارقة معه الفرد يعني. طيشين. شو بتعمل فيه؟ بتقتل حدا؟ طيشين طيشين بتسرق؟ انه خد الفرد واعطيني مخدراتي مثلا، عرفت علي؟ انه هيدا الفرد خدوه، بس انه اعطيني شيء مقابل، انه اوكي بعيرك اياه. بس شو هالجرأة لتاخذ قرار تقوس على قلبك؟ يعني ولا لحظة كان في شيء عم بيردك بفكرك؟ فكر خير على القليلة؟ وين راح الخير اللي انت خلقت منه؟ ايه اهلي صراحه يعني، ما كان في شيء، ما كنت عم بشوف شيء صور براسي غير امي وبي. دي كان عمرك هون؟ 23. 23 سنه عم تقتل حالك. ايه وجهت الفرد صوب قلبك؟ ايه. وين؟ بالبيت؟ بال لا، شيء مطرح بعيد عن البيت. ايه بعيد عن البيت، بس مش عند حدا لما تورط. لا يعني. 100%. صح، 100%. فا أوزت، وما كنت بدي أوز حالي براسي يعني، كرمال إنه شو كرمال الجدة، إنه كرمال يشوفوني أهلي قبل ما اندفن يعني. يعني يضل شكل راسك مقبول، يشوفوك منيح. نعم. فا أوزت صوب قلبك؟ ايه. وين تحديدا؟ بقلبي هون، بس عن النطعة تبع الفرد طلع هون الضرب. علت شوي. ايه بس هالقد عن مسافه قريبه و... وخلصت. ايه هي اعجوبه، ما هي هاي بحد ذاتها، هي العجوبه اللي بدي احكي. هالقد مسافه قريبه يعني ممكن يتفجر جسمك. صح. من جوا كله على الضغط. 100%. ف شو صار؟ ضليت واعي. ضليت واعي؟ ايه ضليت واعي. عالم سمعوا وعم تنزف. بس ايه سمعوا الاقواس وهيك، اجوا اخذوني على المستشفى، وهيك كانت هيدي المرحله. بتكت التكه ما قدرت العجيبه، ما شفتها عجيبه، ما انتبهت انه هيدي عجيبه اللي صارت معي، وهيدا صلا امي اللي شالني من هال. وين كنت رايح؟ رح نعرف موقف امك، موقف اهلك من بعد الانتحار، من بعد ما نسمع هالترتيب. ستيف، انت بالارض عم تنزف واعي، شو عم بيجيك افكار؟ صراحه اني ارجع اوز حالي براسي، انه خلص بدك تموت، مصر. ايه؟ بدك تنهي حياتك. ايه؟ ايه؟
هذا نتيجة انفصالك عن الله نهائياً. صح. نهائياً. صح. ما تركت ولا صلة وصل بينك وبين صح. ربنا. صح. وصلت لدرك الجحيم. مين شافك أول شيء وخلصك؟ هالعالم اللي كانت قريبة. كنت بمطرح يعني. عام يعني في في عالم قريبين. قريب يعني بزروبة معينة. نعم. ايه فالله بيبعت شخصين ثلاثة من حدي مرئين سمعوا الصوت ركضوا لحقوني شالوا الفرد من ايدي. ايه ف بوقتها ما قدرت هيدا الشيء قررت انه فوت بطريق الارون كرمال انه خلص من بعد ما شفيت. ايه قدي اخذت معك هيدي الفترة اللي شفيت؟ بصراحة شي شهر وشوي بس يعني كنت عم روح واجي وبعدني. لا جد اعجوبة عن جد اعجوبة. امك وبيك شو كان موقفهم؟ ما قدن قلب يعاتبوك اكيد انت وبهالظرف. صح. بخافوا يضغطوا عليك نفسيا. صح. بس كيف تعاملوا معك؟ تعاملوا معي ب انه شو في شو بيك شو عم بيصير معك شركنا طب احكينا وانا بطبعي ما بحكي هذا شيء أسوأ. أكيد شيء كتير بشع وهذا يعني له أكبر تأثير بأنه أنا كخبرتي أنا وكاللي صاير معي له أكبر تأثير بالشيء اللي وصلت له لأنه بس تخبي جواتك تخلق انزعاج بس شو عم تخبي بس جواتك؟ انت مصر على الغلط ما بدك تحكي فيه لهيك يعني انه حكيته او ما حكيته انا هاي الحياة اللي بدي اعيشها. صح. هيدا السيء. مية مش بس انك تسكت لانه اخواتك جربوا معك وحكيوك بصراحة. مية بس انت مصر تكمل بهيدي الطريقة على الاخر. صح. هيدا هو الغلط لحتى عم نخبر كرمال لما يسمعنا شاب بعمره يعرف انه هالتسكير الراس البلوكاج اللي بيعملوه هو اللي بيودي له. صح. انه ينهي حياته. صح. صح صح نعم. طيب هون بيك يعني ما عم تذكر بيك بهود الصور المشاهد كلها اللي عم نحكي عليها. ايه قد ايه بيك كان مقهور عليك او زعلان منك؟ لا او الاثنين اكيد مقهور عليك اكيد. كم مره امك بترجيك وتبكي؟ ما بينعدوا. هي وحدك قاعده بالمستشفى؟ ما بينعدوا. كم مره بكي؟ ما بينعدوا كثير وما تسلخ لك قلبك هالمشاعر؟ بتكتها لا. بوقتها لا؟ بتكتها لا. هالقد قلبك كان حجر قاسي؟ قال قلب ابن قلبي على ابني وقلب ابني على الحجر. صح. هيدا هو. ورجعت ظهرت من المستشفى بدك تشتري هوري. من وين جبت مصاري؟ بعد معك بالبنك. ايه انه كان انه بيتدبر يعني تدبر من السرقة من فتحت ابواب كتير. سرقة؟ بلشت بالسرقة؟ ايه. شو سرقت؟ من البيت؟ انه ايه اغراض من سرقت البيت. اهلك؟ ايه. شو تسرق؟ صدق مصاري من جيبة بي اغراض. مثل شو؟ اغراض مثلا الموبايل. موبايل اكيد. تي في هيك تحمله وتروح تبيعه؟ ايه انه مش انه مثلا يفوتوا مثلا على البيت يلاقوا انه مثلا شي سنسال ذهب مفقود او شي. لا انه شي كتير واضح تي في يعني. ف هالقد ما تفكر بالعواقب ابدا؟ اكيد لا. طب ما يشحطك بيك من البيت؟ لا ولا مره عمره. ما شحطك ولا مرة. كل شي؟ ولا مره. وهيدا شيء ايجابي كمان كان لحالك؟ هيدا الشيء الله يقدسه عليه يعني ما بعرف شو بدي اقول له يعني. وبالعكس تصير انا فل ولي خيري بالدنيا ليشوف وين يبرم عليك دايما. ايه انه فل وخلص عرفين حيحكيني يعني. لما تفل من البيت وين بدك تنام؟ عند رفقاتي شمال يمين او قاطع الطريق. وصلت انك تنام على الطريق كذا مره مثل المشردين؟ ايه. شو تاكل؟ بس انطر ليطلع علي الضوء وارجع احكي لرفقاتي كذا روح انه على اساس عم بعمل صبحيه عند صاحبي واكل عنده. فهمت علي؟ ايه. عم بقول لك وصلت مرحله تزل قد ما بدك قول يعني. نزلت الماكسيموم قد ما بدك قول. طيب هيدا الزل مش عم بيعلمك انه تبلش تطلب تتغير؟ اكيد هو اللي علمني
وطلبت اني اضيع، يعني مش عم بطلب طالب انا. كم مره وقعت اوفر دوز؟ بحدود 3-4 مرات بالبيت تكون؟ بذكرهم. مش كلهم بالبيت لا. نعم. في شي مره بالبيت بحضور امك او بيك؟ اخر مره قبل ما اطلع على اخر مره. شو كانت ظروفها؟ خبرني. كانت القصة كنت كثير معصب ما بعرف على شو، وكان معي كمية كثير كبيرة بجيبتي، ففتت اخذت شوت وطلعت لبرا على البلكون، وقفت على البلكون واجت يعني صرت بدي فوت بمرحلة البلاك اوت. هي بلاك اوت قبل الاوفر دوز، اوفر دوز خلص انه مات الشخص. شو بتشوف بالبلاك اوت؟ يعني ماشي. بتشوف الدنيا سوداء، بتدوخ، بتسطل، شو بتشوف؟ شو العوارض؟ عم تختني، ما عم فيك تتنفس، عم تطلع روحك من الوجع. في وجع؟ ما عم تاخذ نفس، عم تقدر تاخذ نفس. يعني غريب تمرقوا بكل هول القصص المؤلمة وبتعيدوها؟ تاني نهار بس تقوم ببطل انه انا عم بدي اخذ هيدا الشيء كرمال اهرب من الواقع. الايروين ليش صعبه؟ الايروين لانه فيها وجع جسدي، يعني انا اذا ما اخذت هيدي الماده ما فيني امشي، جسمي كثير عم يوجعني. واذا اخذتها عم تعمل لك عوارض بتوجع، ما هي زي اذا هيدي في حال كترت ولا لا ولا اكيد اكيد سم سم سم. يعني عم اقول لك كيف عامل جريب، واذا ما بعرف اذا مارق فيها بس تحس سكاكين بعظمك على السقعه، بتكون عم تشك البرديه هيدي اياها. كل يوم الصبح عم تعاني من هذا الشيء. طيب ما في معها عوارض قلق، خوف، توتر؟ ما بيجي مع هيك مع عوارض معها؟ هيدي لا محال، يعني موجوده. ايه مش عايش، يعني مش عايش. لما بيقولوا الجحيم هيدا هو الجحيم، إذا بدك توصفه للجحيم هي هيدي العوارض. هيدي هي الحياة اللي أنت مشيت فيها. صح. وعيت وعوك من هيدا الوضع آخر مرة. أوكي. رجعت طلبت مصاري بدك. ليك شو صار؟ كنت بالأرض أنا. آخر شيء فقت له إنه كانت أمي فوقي وعم تبكي. الله يعين قلب أمك، قديش قضت معك؟ تاني نهار الصبح فقت كمان مثل العادة ساخن، فتت قلت له بدي مصاري. قالت لي حلك تنسى وجعك؟ قالت لي ما عرفت شو صار معك امبارح؟ قلت له ما بيهمني بدي مصاري. كنت عطول يعني هيك عطول نرفوز ولئيم وبتجاوب. قلت لها ما بيهمني بدي مصاري. قالت لي كان وقت خيي كمان شافني بنهارتها، و نينتهم قالوا لي، بس رجع خيي شرح لي. بس بدي اقول لك على المقطع اللي هذا طول عمري ما بنساه، اثر فيي اكثر شيء وبعده لليوم بياثر فيي. بس قوله قالت لي امبارح انت وبالارض عم تختني، مسكت لي ايدي وشديت عليها، قلت لي ما تتركيني يا ماما، انا كثير كثير موجوع. ف بتذكرها قلت لها انه ما بعرف شو صار لي، مثل ضربتني بهيدي الكهرباء. قلت لها بدي ارجع ستيف. يعني هي كانت على طول تقول لي وين راح ستيف القديم؟ وين راح ستيف اللي بيخدم الكنيسة؟ فقلت له حيرجع. وحكيت لأبونا الله يطول لي بعمره. أبونا مجد. كنت تسمع عنه. حدا كان ينصحك تروح على قرية السعادة. بس أنت كنت ترفض طبعا. أكيد. أكيد كنت ترفض. فحكيته. أنت أخذت القرار، ما حدا ضغط عليك. وانت اللي حكيته شخصيا. ايه انه يعني انت عارف رح تروح تنزرب اشهر. اكيد وطلعت وعياني هون حدك
صار لي 11 شهر. نشكر الله. قديش كان صعب اول دخلتك على القريه؟ ما بتعرف حدا. صح. بدك تنقطع عن الهيروين، معود عليه. صح. يعني هالفتره لحتى يعني ينضف جسمك من السموم، خبرني عنه. 100%. هي قبل ما نطلع بنعمل كيور نحن بالمستشفى. بالمستشفى يومين بعتقد. اكثر 9 ايام تقريبا. 9 ايام بالمستشفى؟ ايه. الكيور شو عباره عن؟ تنظف جسمك من هذا السام. كرمال هيدا الوجع اللي قلت لك عنه ما يعاودك. صح. طلعت على المركز، فت على المركز، عالم غريبة. ما بعرف شو البروجرام. بتحس حالك فايت على سجن او عيلة عم تحتضنك؟ يعني جو عيلة. عيلة اكيد. عيلة مع ابونا مجدي دايما هيك. 100%. نعم. أيوة. بحسسك انه باي عن جد. 100%. قريب منك. 100%. نعم. قديش كان صعب تتأقلم بالنظام جوا؟ صراحة أنه أنا الحمد لله اللي ساعدني بهذا الموضوع، أنه أنا أصلاً طالع وكنت مبسوط أنه كريستوثيرابي. يعني شو هو الكريستوثيرابي؟ المعالجة بالصلاة. شو حلو سميها هيك أبونا مجدي. هي من كلمة كريست بعتقد، المسيح. صح. 100%. المسيح بده يعالجك. صح. وأنا عم أقول لك يعني الشيء اللي معلق بدينتي انه وين راح ستيف اللي كان يخدم الكنيسة؟ هاي جملة امك. بدي ارجع. خلص خلتك تاخد هدف بحياتك انك ترتد. 100%. نعم. اجا ابونا مجدي عمل لك الطقس تبع غسيل الاجرين. صح. أيه. بحضور اهلك او مع رفقاتك هون؟ لا بيحضروا الاهل. بحضور اهلك. صح. نعم. هالموقف شو بيعني للمريض المدمن؟ مثل ما عم نشوف بالصورة. ايه. هيدي الولادة الجديدة. بتخجلك من حالك؟ أكيد. أو بتعطيك دفع روحي جديد؟ اتنيناتهم مع بعض. عم بيغسلك وسخك. نعم. عم بيغسلك من الوسخ. وعم بيقول لك أنا بخدمتك. أكيد. أكيد من تواضع للأبونا. نعم. وعم بيقول لك كمان أنت بلشت من أول وجديد، خلقت من أول وجديد. ولادة جديدة. صح. في مشاعر هون حلوة كتير. أكيد. عكس أكيد. مشاعر وأفكار لما بتكون عم تتعاطى بيصير عندك هلوسات. أي نوع من التفكير بيجيك ببالك؟ هلوسات. بتشوف يعني نظرك، حواسك كلها بتتغير، بتتلخبط. يعني بعيونك بتصير تغب، بتفكر جايس رصير عليك أو نمل. تقشع هيك شغلات مش موجودة؟ أنا مثلاً كنت يعني شغلي بتضحك كتير. كنت شوف، كنت اتخيل عالم يعني عم تطلع من الحنفية لهالدرجة. تشوف عالم عم تطلع من الحنفية؟ ايه، حنفية الباي. بتخاف؟ شيء بخوف، مرعب. اكيد. وانت ما بين اللا وعي والوعي، يعني مش عم تعرف حالك بتصدق هالخبرية ولا ما بتصدق. صح. تلخبط دماغك، ما عم تعرف شو عم بتفكر. نوع من الجنون يعني. أكيد. اذا بدك. اكيد. أكيد. كيف بلشت تصلي وتتعود على الصلاة؟ قدي سهل الموضوع عليك أما بده تدريب روحي؟ بده تدريب روحي. بس أنا أقول لك أنا الحمد لله جو بيتي في صلاة. يعني رجعت تتذكر. صح. هيدا ساعدك. المذبحة مثلا مرق علي المذبحة كتير أنا بالبيت، لأنه أمي 12 الدور 12 بالليل بتصلي. بتصليها. عرفت؟ هالمسبحة شو عملت بالبيت؟ ايه. تخيل هالعذراء. ايه. يعني ما تركتك حتى وانت عم تقتل حالك ما تركتك. ايه. هالمسبحة اللي كانت عم بتصليها امك بدموع وبفرح غمرتك. صح. يعني مفعولة كان لك خير كبير. حتى انه بتسريع شفائك وتحررك من كل هالادمانات. ما نهيني، ما تنسى انه ادماناتك كبيرة كتيرة. يعني قلنا السرقة، الأمار، المخدرات، يعني كتير إشي بك تتخلص منها وبوقت كتير قصير. قد ايه ساعدك هونيك هالمحبة الكبيرة اللي بيغمروك فيها الرفقة؟ كتير كتير. يعني إذا بشوفوك على العادي عايش معهم، يعني كيف أنت عايش مع خيك؟ بصير إذا رف جفنه بتعرف شو بيه، وهيك بصير فوق معنا. يعني أنا بتطلع هلأ من تطليعه. نعم. بعرف شو بيه.
تعال شوف لازم يعني جزء من البروجرام فوق التأهيل انك تعبر وتحكي. في جلسات لتعبر 100%. على مين ومين بتمرق؟ يعني اخصائيين نفسيين او في اشياء روحانيه؟ روحانيه، اخصائيه نفسيه، اجتماعات تأهيليه، في فريق عمل بهني يعني ما بعرف قديه لانه هو له جزء كبير من. كيف بتمضوا اوقاتكم؟ صلاه، شغل، في نظام صلاة سكورت. يعني أوقات معينة تفوتوا تصلوا فيها؟ أكيد. يعني عندك الصبح ما صبحة، التبشير قبل على 12، قبل الغداء مبارك، منشكر كمان بعد بس نخلص، صلوات صغار، رحمة إلهية، وصلاة قلب يسوع. يعني يسوع غامرك كل النهار؟ كل النهار. إذا بدك تقول كل نهار حاسس بوجوده. صح. بحياتك ترتيل بقلب القرية على برلور عالي، ترانيم تسمعوا ترانيم. صح. بالقرية دايما. نعم. الشغل الخدمة شو لازم تعمل؟ احنا مقسمين لقرنا، احنا نحن عم نخدم حالي. في برنامج خدمة؟ صح. عندك عالم بالمطبخ، عالم بتنظيف، عالم بالصيانة. نعم. وعالم بالزراعة. حلو. وبيقلبوا الادوار على الكل، بتصير تتعلم كل شيء. صح. يعني بالبدايه في ليالي ما نمت فيها؟ اكيد اكيد. شو تعمل لك ردات فعل؟ ردات فعل انا هودي هفوخ نفسيه اسمها. انا بفسرهم هودي هالشيطان ابليس. هيدا قديه يطلع عبالك ترجع تاخذ الماده؟ ايه. كيف تقومها؟ كيف تقاوم هالرغبة؟ صراحة بالصلاة. تقوم دغري تصلي؟ ايه ايه بالصلاة. يعني إذا في كسل روحي أو تواني روحي بيخربك، بينطر ترجع يعني من بينطر ليخرق. الشيطان بينطر هودي الثغرات الصغيرة ليخرق فيها. بتكون أنت معصب من شيء، مذكر شيء معصب فيه، بليك معصب وبيجي ببلش ينغل براسك، شو عم تعمل هون؟ لا بتوقف لأجريك لحالك. جيك هالأفكار عدة مرات؟ كتير. بترافقك بكل تقيلة. لازم تخبرهم للمرشد تبعك؟ هيدي هي لحتى ما تغرق فيهم أو تغوص فيهم. صح. ليه بيشددوا عأنه لازم نعبر، حتى لدغري بس يركب براسنا شي فكرة، شي حيالله شي مش مزبوط. نعم. إذا شفت حدا من زملائك رجع انتكس وطلع ورجع، عرفت عنه انه رجع، قد ايه بيعمل لك احباط هذا الشيء؟ يعني بتخاف انه انت يصير معك هيك كمان؟ صراحة انا كستيف صليبة لا ما بخاف. يعني هل قد عندك ثقة انه انت بدك تطلع منه؟ باذن الله. باذن الله. بقوة الله. بقوة الله طبعا. أكيد. مش بقوة. يعني انا عم بعطي الماكسيموم، بس اكيد بقوة ستيف في شيء، بقوة ربنا اكيد في شيء. الحمد لله. لما يجوا يزوروك اهلك بيطلع عبالك ترجع معهم مثلا؟ هالقد مشتاق للبيت، للعائلة، لاخواتك؟ اول فترة هن بيجوا، بعدين بتصير تضهر من المركز. بتصير تضهر اول شيء 9 ساعات، بعدين انا بالمرحلة اللي انا فيها هلا بضهر 24 ساعة بالجمعة. فيك تضهر 24 ساعة هي. بالجمعة تنام ليلة برا وترجع. فيك تروح تزور أهلك وترجع. ايه. وتنام عندهم. ايه. حلو. بصير بيتك التاني هيدا. من من كمل نفهم منك أكتر عن هالوضع بعد ما نرتاح مع هالترتيلة. يا يسوع أيها المسيح، أنت الرب إله رحيم، لك المجد ولله الآب من الآن
وإلى الأبد يا يسوع أيها المسيح أنت الرب إله رحيم لك المجد ولله الأب من الآن وإلى الأبد على الصليب خلصتنا بدمك الثمين أحببتنا فأحييتنا كيف لا نعلن اسمك يا يسوع من على الصليب خلصتنا بدمك الثمين أحببتنا فأحييتنا كيف لا نعلن اسمك يسوع لما تروح على البيت تنام ليلة وتنبسط بجمعة العيلة والأهل بتسمح لنفسك تشوف رفقات الماضي اللي كانوا يزودوك بالهيروين؟ أكيد لا أكيد لا وهي بجزء ما عندك ثقة بحالك إنه فيك تشوفهم وما تاخد منهم البضاعة؟ فيني شوف أكيد فيني شوف فيني شوفهم وما أخد البضاعة لأنه أنا هلا بعدني مكودر يعني بعدني بالجو بالبروجرام وبالاجتماعات التأهيلية ممنوع منع بيتا نرجع نحكي مع شخص بيتعاطى يعني ليك أنا شو صار معي أنا في شخص بحبه كتير ربيان أنا وياه هذا الشخص ربيان أنا وياه أكلين شربين نايمين سوا بس هو بيتعاطى؟ هو بيتعاطى هاي المشكلة وأنا بس جيت لجرب قلو طعم ما كان يجي ما بدي يروح معك عند أبونا مجد قال لي أنا بوقف لحالي هذا الكبرياء بيقتل على فكرة ما حدا بيقدر يعمل شيء لوحده كل شيء هلقد خطر كل شيء بشب الشيطان بده اياه يضل خلص بيقنع انه ما انت فيك توقف هودي الافكار الزعبلات تبع الشيطان فما كان يطلع معي هلا بزياراتي شفته فقرب عم بيبوسني وهيك بسته اوكي قلت له بس بليز ما فيك تحكي معي انا ما فيني احكي معك قال لي كيف ستيف مع عشرة عمر قلت له عشرة عمر بس قلب قبل ما تتعالج وتخلص ما فيني احكي معك عندك الجرأة تقول له هيدا الكلام وجها لوجه هيدي هي المواجهة اللي بنشتغل عليها كمان بالتأهيل هو بيعلموك اياهم بالتأهيل صح قديه مهم ما تستحي بدك تكون اناني على مصلحتك أناني أكيد مش بالمعنى السلبي يعني خايف على مصلحتك أناني على تعافيك بيقولوا لك نعم لأنه تعافيك هو أهم شيء بحياتك صح حلو يعني في جملة تانية كمان هيدي علقت براسي إنه أنت مش مسؤول عن التعاطي اللي صرت فيه أنت مسؤول عن تعافيك يعني انسى الماضي انطلق للجديد اللي بيقولها مربولوس بالإنجيل إنه بدنا بقى ما بقى نطلع للماضي لورا بدنا نطلع لخلاص نفسنا فصرت تقرا الانجيل بنظام ايه وعنا يعني ظهر على التبشير من بعد ما نخلص تبشير بنقرا انجيل اليومي نعم وبيتفسر يعني حلو يعني شو فهمنا من الانجيل لتقدروا تعيشوا يوميا صح تعيشوا كلمة الله ايوه هذا الشيء يعرفك على يسوع اكثر ودربك روحياً ونميك روحياً قد ما صرت حاسس أنه يسوع ساكن بأحشائك وبقلبك ما بقى فيك تخليه لألك
بلشت تعمل تيمونياجات. كيف اجتك جرأة اول مره تعطي تيمونياج؟ عم نشوف الصوره هلا، انت بيس هاي لابس سان تيريز، ايه عم تعطي تيمونياج هون. مزبوط. بالمركز، بقلب المركز بيجي جروبات كمان لعنا. نعم. فاول شيء هونيك انا اعطيت اول شهاده حياه، بلشت من المركز. صح. وصرت شوي شوي يعني، كان في كذا شخص. مرة تانية اجى جروب اكبر اكبر اكبر. لا، صرت اجرأ يعني، صار عندك الجرأة. صح. تحكي عن حالك. قديه مخيف او مرعب لشاب اول مرة عم بيعطي تيمونياج انه الناس اللي ما بيعرفوه او اللي بيعرفوه ما كانوا عارفين انه بيتعاطى يكشفوا امره ويصير مستحي يشوفهم بعدين او لا؟ صح. وانت بتتخطى هيدي المرحلة يعني، ما بيقعد عندك خوف انه يعرفوا اسرارك السابقه او اخطائك السابقه وتخاف انه يبطلوا يحترموك؟ ليك انا صراحه كنت حابب، كنت على طول بتمنى انا وبالمركز انه يصير لي الفرصه احكي قدام كل العالم انا شو، انا مين وانا شو عملت. الهدف، الهدف انه أنا كلنا عنا إدمان بالحياة، بس كل حدا على شيء معين. كل إنسان مدمن على شيء. نعم. وكل إنسان عم يعمل شيء غلط بحياته. صح. بس الفرق بيني يعني، أنا مدمن مخدرات سابق الله راد، والإدمان البقاوي إنه أنا شغلتي مبينة، أنا المرضي والإدمان اللي بعاني منه مبين. نعم. في عالم منهم مبين. نعم. وهيديك الحالة الصعبة مش أنا، اللي خافين حالهم وخافين مرضهم وخافين إدمانهم. صح. وأخطاء. أول شيء مش معترفين بإدمانهم. نعم. تاني شيء مستحيين بإدمانهم، مستحيل يوصلوا. نعم. لحال يشوفوا. هل قد عندك ثقة بالله أنك تعمل تيمونياج عن أخطائك الماضية؟ مش خايف بس تطلع يبطلوا يشغلوك؟ مش خايف أنه صار عندك الله ملف؟ الله يترك حدا. مش خايف أنه ما تتجوزك بنت بتحبها؟ بتخاف انك ترجع على هالادمانات؟ الله ما بيترك حدا. حلو، هيدا الايمان حلو. الله. اخر دقائق من حلقتنا، من بعد ما هيك يعني عشنا معك اختبار ماضي واختبار ايجابي روحي وعلاقه حلوه مع يسوع، شو بدك تقول للشباب؟ شو نصيحتك لهم؟ نصيحتي للشباب انه اول شيء أنا بذكر لما كنت أحضر تولي الميار وكنت بعدني فترة التعاطي، كنت أقول مين هيدا رح يحكي؟ هلا أنا قاعد على هيدي الكرسي، فاللي عم يحضرني هلا بعرف عم تقول هيدا شو عم يحكي هلا وشو عم بيقول، بس صدقني بعرف شو عم يمرق هلا، أنا بعرف شو عم يمرق هيدا الشخص وبعرف شو عايش. ف احكي معه مباشرة على الكاميرا للشخص اللي عم بيتعاطى، بعرف شو عم تمرق وبعرف شو عم بيصير معك، و بدي بس انصحك قصص انا اختبرتها ولمستها وعشتها، هي انه عادة على طول بنفكر نحن انه شو هالمصيبة المخدرات وانه عادي معايش حياتي عادي ويمكن بشتغل. تشتغل بس ما حتضل تشتغل، ما حيدوم شغلك انت وعم تتعاطى. بتنبسط بس تكون قاعد مع رفقاتك بالمخدرات كمان، لا مش مزبوطة. سيجارة الحشيش مش مزبوطة، وما حدا يجرب يقنع حدا انه مزبوطة هيدي السيجارة، ابدا منا مزبوطة. هيدي الجيت واي للمخدرات، الباب طريق. شغلي بعد الحياة كتير حلوة، انا عم بألف، انا عم بكتب اغاني، عم بكتب. كنت مفكر ما فيني اكتب غير ما اكون اخذ مخدرات، مثل ما انت ما فيك تعمل شيء معين انت بتحب تعمله غير ما تكون اخذ مخدرات براسك. لا، هذا الشيء موجود جواتي. انا بدي اتشكرك ستيف، خلص الوقت.
انت صرت عم بترنم بالكنيسة، عم تعزف على آلة الجيتار، الروح القدس عطاك مواهب جديدة ما كنت تتخيل انك بتحصل عليها. اللي بدي اقوله انا وستيف، قالوا ديجا، بس بدي زيد عليه جملة وحدة: علاقتك بالله كافي وكفيلة بانه تشفيك من اكبر ادمان بحياتك، بانه تمحي كل اخطائك. رب يسوع بيقول: ان كانت خطاياكم قرمزية اللون، يعني السوداء، انا بقدر امحيها، بقدر طهرك، بقدر نقيك مثل بياض التلج. اتكلوا على الرب يسوع، خلي ارادتكم قوية انكم تطلعوا من اللي انتم فيه، وشوفوا الفرق. الله معكم.